أقبلوا سماحة المرجع الديني السيد صادق الشيرازي بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقبول هذه الأعمال بزيارة المرجع الديني أدام الله عمره الشريف، شجعوه بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد من الحلة موكب وحسنة أحباب الحسين عليه السلام، هاي النساء ويانا حمد اجل تشوفنا. سيد احنا كل سنة نجي لهذا البيت نزوره ونزور سماحتك، نريد من عندك تدعينا بالصحة والعافية وينطي العراق ان شاء الله الامن والامان، وجود الله ووجودك ان شاء الله والعمر الطويل ان شاء الله، والله يحفظك ويحفظ بيت الشيرازي كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو كنا، وهذه الرواية فقط، نعم، أما هناك روايات متواترة أن الرضاع لا يوجب الإرث. لا، ما في إرث في ولد البنت، دليل خاص أكو، وإلا في ها بل السؤال حول أنه شخص قبل 25 عام أو 20 عاما كان مطلوبا بالنسبة إلى الوجوهات الشرعية كالخمس أمثال هذه الأمور، 25 مليون تومان، فلم يدفعها بأي وجه كان وبأي سبب كان، الآن أراد أن يدفع، فبأي مقدار يدفع؟ الجواب على ما ببالي المسألة موجودة في العروة الوثقى، على أنه إن لم يدفع الخمس أو الحقوق الشرعية فيكون ضامنا وفي عنقه القيمة ولا نفس المبلغ، فالقيمة التي كان في ذلك اليوم مثلا 25 مليون كم يساوي يومنا هذا؟ القيمة الشرائية في ذلك اليوم عليه أن يدفعها في يومنا هذا، مثلا في مثل ذلك اليوم بهذا المبلغ كم كان يتمكن الإنسان من شراء مثلا الذبيحة أو الرز أو أمثال هذه الأمور، وفي يومنا هذا أيضا بنفس المقدار. اینجور که فرمودید 25 سال پیش 20 میلیون قیمتش چقدر بوده؟ اون بله 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 میون، به قول آقایون میونگین قیمت، یعنی اون وقت با این پول. السؤال على أنه البعض من الكسبة مثلا الذين يبيعون الطرشي فيستعملون مواد غير الحامض الطبيعي بل أمور غير طبيعية، فهل عليه الخمس؟ الجواب نعم، كل شيء فيه الخمس ويجب عليهم أن لا يغشوا في المعاملة. تفضل. أهل الطرشي إيه؟ ما يشتغلون بالخل الطبيعي إيه؟ وإنما يشتغلون بحامض الخليج إيه؟ هل هذا من التخمس؟ خمسة صحيح أم لا؟ ليش لا؟ شوفوا لازم الإنسان غش لا يسوي، يعني لا يبيع فشي مو طبيعي باسم طبيعي، هذا غش، هذا ما يجوز. أما إذا غش ما يسوي، هذول اللي يشترون هم يدرون هذا الشيء ما يخالف، وعليه الخمس أيضا. بفرمايش
وما هو سماء الدنيا وما حدوده، فراجعوا بعض المؤلفات في هذا المقدار في هذا الباب. حاصل كدرسني تو انك خاص بشه بسماء الدنيا، المفهوم نداره معناش اني که سماء های دیگه نه. السؤال: هناك جماعة يصلون يصومون يأتون بجميع الأعمال مثلا، ولكن من دون تقليد كما كان يصنعه والده مثلا والده، وما حكم صلاته وصومه وأحكامه؟ الجواب على أنه يوم القيامة إذا انكشف على أنه كان صلاته غير صحيحة أو غير مطابقة للواقع وما جاء به لم يكن مرضيا لله سبحانه وتعالى، فلا يكون معذورا. وهذا نظير الطبيب المريض الذي لا يراجع الطبيب. السؤال حول الاحتفاظ بالحيوانات البيتية. وعليكم السلام ورحمة الله. أي. هذا إذا يوم القيامة انكشف أن صلاته مو صحيحة، صومه مو صحيح، هذا مو معذور، لأنه مثل فد واحد اللي لا سمح الله يصير مريض، هو يروح مثل ما أبوه كان يعمل يستعمل أدوية، هذا الأدوية مو صحيحة، ما مراجع طبيب، هذا مو معذور. لا لا لا، إذا هو مقتنع بأنه أبوه مقلد والتقليد صحيح، وهو هذا الولد مو تقليد ابتدائي للميت، ما يخالف. لا 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 لا، مثل المريض اللي ما يراجع طبيب، لا ما يجوز. السؤال حول من تزوج شخصا ثم طلقته، تطلقت ثم تزوجت بآخر وماتت عن ومات الأول، ولكن وصل إليها من الزوج الأول أموال، فالورثة لهذه المرأة هل يستحقون ما يرد إليها من الزوج الأول؟ الجواب نعم، يستحقون ذلك. ببینید این را مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب ذکر کردند، قاعده تسبیب، تسبیب عرفی. اگه عرفن این شخص یک تقصیری کرده که در اثر اون تقصیر این حیوان رفته حیوان همسایه رو گرفته، این ضامنه. اما اگر همچی تقصیری نکرده، به قول مرحوم شیخ دیگران، تسبیب نبود و ضامن نیست. نه نه نه. سیدنا الله. نعم. احد النساء. ای. الزوجة وعندها خمسة. ای. طلقها زوجها. أخذت الثاني. ای. طلبت من عنده خمسة. ای. هذا الحكي قبل 50 سنة. ای. تاخذ راتب مال زوجها هذا الأول. ای. اي وماتت؟ لا هي ماتت. ماتت؟ اي الاولاد، الاولاد يستعرفون من الام، ولو هذا الام الاموال اللي اجته من ما يرتبط بالزوج الاول. اي الاولاد يستعرفون مما يملكه ذلك المال، هذه الام يستعرفون. سيدنا هذا المال مو من ذاك ابوهم اللي طلقها. اي هذا اللي مات هسه. اي ماكو فرق، ماكو فرق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حق الأخوة. نعم. كان ما الله ما راسه بالتفوز. أخذ بالتفوز. اي. اي
هذه تستحق درس من بيت ابوها للورثه، ثم تستحق ابوها الاصلي على قيد الحياه في وقوفه. اي لا لا شوف طبقات الإرث. الطبقة الأولى الأبوان للميت والأولاد وأولاد الأولاد. الطبقة الثانية للإرث الأجداد للميت والإخوة والأخوات. إذا مو من هذه الطبقات لا ما يعرفه، إذا من هذه الطبقات يستعرفه. وعليكم السلام. شلون؟ إذا اسم أسامي الله عز وجل ما يجوز، لأنه هذا الوشم يصير سبب، لأنه من ينام وهو مو متطهر، من غير متطهر محدث ما يجوز. أما أسامي المعصومين عليهم السلام هذا محل خلاف بين الفقهاء، لازم كل واحد يرجع إلى مرجع تقليده. بنظري أنا ما يخالف، ما يخالف، لأنه لا يجب، احتياط استحبابي عندي بالنسبة إلى أسامي المعصومين عليهم السلام، مو احتياط وجوبي. أي بلي 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 قلت محل خلاف من الفقهاء. السؤال حول أمر الصبي بالصلاة، في بعض الروايات على أنه في 3 سنوات علمه لا إله إلا الله وهكذا إلى أن يأتي إلى 10 سنوات، فإذا لم يصلي فأضرب هذا الولد، فهل تجيز هذه الرواية ضرب الصبي ولم يكن مكلفا على الصلاة؟ الجواب على أنه هذه القضية قضية خارجية، ولا أن يصنع في جميع يصنع بالولد والصبي في كل الحالات هذا الشيء. فقط چیزی که از فقها فرمودن که باید عقلایی باشه، اگه شما میدونید اثر نمیذاره، نه مستقیم حرف شما نه غیر مستقیم حرفای دیگه، بخی عقلایی نیست، لذا واجب نیست، مگر در السؤال حول أنه في أيام المناسبات استشهاد أو ولادات مثلا المعصومين عليهم السلام، وكان مزاحما إقامة المجالس مثل هذا اليوم أو التبليغ مثل الدين في مثل هذه الأيام مع الدرس الدروس مثلا، فلم أتمكن من ذلك فما أصنع؟ الجواب انظروا، هذا يسمى باب التزاحم، فإما أن يقدم أحدهما إذا كان أهما أو إذا لم يكن من الدليل الشرعي لم يحصل أهمية أحدهما فيكون مخيرا في تقديم أحدهما شاء. کمی بلندتر بفرمایید. بله السؤال حول نهي عن المنكر حتى في مسألة بابل العقائد، إذا نهيت عن المنكر ولكن حصل هناك مفسدة فما أصنع؟ الجواب من باب التزاحم، إن كان هناك المفسدة أكثر من المصلحة والنهي عن المنكر فيقدم يعني لا يؤتى به، وباب التزاحم ينظر الإنسان ويجري أحكام التزاحم في المقام. يعني برای هر کسی و هر زمانی نیست، اون جایز نیست. وقتی که شارع واجب برش نکرده نماز، کتکش بزنن به خاطر نماز. این قضیه خارجی است، یعنی مورد خاص بوده که اینجور فرمودن، اگر نه معناش این نیست که هر کسی در هر زمانی این حق رو داره. نه نعم ای صلوات الله علیه.
إشهاد الرسول وحادثة الباب أيام الزهراء فقط. أي. في بعض الأحيان لم يوفق في التنهير بين الدرس والخدمة هناك. أي. في هذه الأيام. نصيحة كرأي من جنابكم، ماذا أقدم في هذه الفترة عن ماذا؟ شوفوا هذا التزاحم يسموه الفقهاء، يعني هم هذا واجب هم هذا واجب، وإذا ما يقدر على اثنيناتهم، إذا أحد الواجبين استفيد من الشرع أنه أهم يجب تقديمه، أما إذا لم يستفد من الشرع أن هذا الواجب أهم من ذاك يكون مخير بين هذا وذاك. اي 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 لا مو انت تشوف اهم من الدليل الشرعي استفيد اهميه هذا اي يقدم، اما اذا لم يستفد من الدليل الشرعي اهميه احد ما يخير، يعني المختار هذا ينتخب او ذاك. مش تزاحم، وخ مش تزاحم، وخ باید مفسده بیشتره یا فائده بیشتره. تزاحم وقتی که شد باید دید کدوم اهمه. السؤال بالنسبة إلى الواجب الغيري، وبقي للصلاة ساعتان، أردت أن أتوضأ لصلاة الظهر، فهل يصح هذا الوضوء أو لا؟ الجواب لم يؤمر هذا الإنسان للوضوء والطهارة، إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، وجبت الصلاة والطهور، ولكن الفقهاء لأجل شيئين قالوا، وشيئان هما السيرة وهكذا الاستظهار والأخذ من عمل بعض المعصومين عليهم السلام من باب التهيؤ، وفي حال التهيؤ للصلاة مثلا لا أشكال في هذا الوضوء، فإنه كان قريبا للظهر يتوضأ لصلاة الظهر من باب التهيؤ لا أشكال فيه، ولا الرواية الشريفة والآية المباركة لا تشمل المقام لأنه لم يدخل الوقت، فإنه يتوضأ لأجل هذه الصلاة التي لم تجب ولا هكذا الطهور، فإنما قالوا بالجواز من باب التهيؤ للصلاة والاستفادة من بعض عمل المعصومين عليهم السلام. دختر ربيب دختر بسر زن أما دختر دختر ونوي دختر هاتي بربائين إلا محرم بلا إشكال. كي؟ أولم همين بل بل أول مطلق ديگه فرق نمكنه فرزند پسر يو فرزند دختر باشه، يعني پسر دختر مثلا بل اگر به نه نه امر نشده اذا دخل الوقت وجبت الصلاة والطهور واجب که نشده هنوز، فقط فقها فرمودن به خاطر دو چیز، یکی سیره، یکی به خاطر برداشت از بعض عمل معصومین علیهم السلام که اگر در حد تهیؤ باشه، نه دو ساعت قبل از ظهر، در حد آمادگی که اسمش تهیؤ گذاشتن، گفتن اون اشکال نداره، یعنی اگه نزدیک ظهر وضو میگیره برای نماز ظهر که هنوز هم ظهر نشده، گفتن اگر تهیؤ اشکال نداره ولو
آیه شریفه و این روایات شامل نمیشه، چون ولم یدخل الوقت هنوز وضو واجب نشده. وقتی چی وضو میگیره به نیت این نمازی که نه خودش واجب شده نه وضوش. گفتن اگه تهیع هست اونم به خاطر سیره و استفاده از بعض عمل معصومین علیهم السلام تهیع باشه اشکال نداره، اما دو ساعت قبل نه، تهیع اسمش نی. ولأجل التهيؤ يقول البعض من فقهاء بأنه لا أشكال فيه. طهور كواجب نشد وخيم بتس زالة الشمس نشد. السؤال: الأكل للميت في اليوم الثالث هل يكره أكله أو لا؟ الجواب: لا، لا أشكال فيه الأكل في جميع المناسبات، الأول الثاني الثالث السابع للميت لا أشكال فيه، وإنما يصل الثواب للميت. نعم بلي الأكل بيوم الثالث ثواب الميت مكروه أكله؟ لا لا لا، كل أكل للميت خيرات مو مكروه، لا يحصل ثواب للميت سواء اليوم الأول ثالث سابع ما يخالف. لا لا لا. السؤال: هل يجب ال يمكن القول بوجوب الحجاب من أطراف العائلة مثل أفراد العائلة للبنت وللمرأة؟ الجواب: انظروا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وهكذا سيرة أمير المؤمنين عليه السلام الذي حكم قريب من 5 سنوات في جميع هذه البلاد، وهذه التواريخ على أنه لم ينقل لنا وينقل لنا أنهم عليهم السلام أمروا بوجوب شيء من مثل هذا الشيء. مضافا الى انه الفقهاء قالوا وهكذا بعض الروايات منها: لولا اني اكره ان يقال ان محمدا صلى الله عليه واله استعان بقوم، الى اخر روايه، فانه لا يجب اي يحرم حتى الاتيان مثل هذه الامور اجراء الحدود. هم فقها فرمودن، هم چند تا روایت داره، یکیش لولا انی اکره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، لولا انی اکره ان یقال، ای المشركون يقول لا المسلمين، الكفار يقولون لأجل هذا الشيء لولا أني أكره أن يقال أن محمدا صلى الله عليه وآله استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم. إذا كان هذا الكذب، لولا هذا الكذب لولا أني أكره لضربت أعناق قوم كثير، يعني مشركين بيجان يعني كفار مسلمون، فإنه عطل النبي صلى الله عليه وآله إجراء هذه الحدود والأحكام. وهكذا أمير المؤمنين سلام الله عليه في أيام حكومته بالنسبة إلى الألوف، حيث إذا كان بإمكانه لقتل أمير المؤمنين عليه السلام، الإمام سلام الله عليه لم يقتل هؤلاء ولم يجر الحد عليهم. قتلهم لضربت أعناق قوم كثير تعطيلا. خذ أمير المؤمنين صلوات الله عليه در أيامشون نسبة بهزارها كشمشير كشيدن، أجد دستون ميرسيد مثل ابن ملجم حضرت أمير ميكشتن. اینا اهلا و سهلا، اینا هیچ کدومش اجرای حد برشون نکردن. فهل السؤال: فهل اجبار الحجاب مثلا امثال هذه الامور هناك وجه للايجاب ايجاب الحجاب؟ الجواب على أنه
الجواب على أنواع الرواية التي ذكرتوها من قضية الفاضل ابن العباس وليس فيها سند، وفي الأحكام الإلزامية هل يجب العمل أو يمكن العمل برواية في الإلزاميات بالنسبة إلى رواية ليس فيها سند؟ فهل كما أن النهي عن المنكر يكون واجبا فالأمر أيضا يكون بهذا النحو؟ فنحن نحتاج إلى دليل. در شروح مکاسب بحثشو کردن که آیا فما ذكرتم فهل انه يجب ان مثلا يأمر النبي صلى الله عليه واله اذا في ذلك تلك القضيه صنع ما صنع بالفضل من العباس، لا يمكن ان يكون لنا دليلا وحجه على العمل في قبال هذه المساله. همون جا معلوم نی آیا اگه من و شما بودیم باشیم جای پیغمبر صلی الله علیه هم چه قصه بشه جایزه دست به صورت طرف بزنیم بالش کنیم؟ شیخ انصاری گفت من نمیدونم دلیل، چون هر چیزی دلیل میخواد در احکام الزامی، وقت اون روایت معتبر نیست سندن نمیشه بهش اعتماد کرد. سوال ازالت و ازال فجد کل واحد من هم مئت جلده. بله لأنه الرضا فيما بين الطرفين هل يجب إسقاط الحد؟ الجواب الرضا لا يسقط الحد، الرضا لا تسقط الحد. السؤال على أنه إن كان هناك نحو من الزواج ولكن والعقد باللسان باللغة غير العربية بعنوان الزوجية لا بعنوان قضاء وطرف فقط، ولو زوجية مؤقتة جماعتي قلت منم برداشتم اینه که اگر الجواب فإن كان الجواب إن كان هناك زوجية فيما بينهم بينهما وإن كان بالعقد الفارسي يكون صحيحا. لفظي السؤال الرضاية بالفعل بمجرد الفعل هل يوجب العقد عقد النكاح؟ الجواب الإجماع وقائم على أنه يجب هناك من لفظه بزوجيات باشه ولو زوجيات بعقد فارسي باشه چی ها نه 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 اجماعيه ببینید اجماعيه که لفظ میخواد در بيع و صلح و لال اشاره اشارهش جای لفظشه اشکال نداره. بلی نعم الجميع ان شاء الله. اي عندي امكانيه او ما عندي امكانيه ان اقيم ثواب اكل ثواب. اي عندي امكانيه او ما اي شوف 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 إذا فد واحد مات في عائلة وناس يروحون عندهم هذول يتكلفون يتكلفون هاي الكلمة يتكلفون يسوون أكل إلهم هذا مكروه شرعا مو حرام مكروه شرعا. أما إذا أهل الميت هم مستعدين ومسوين طعام لا هذا مو مكروه الإنسان يروح حتى مو مكروه. اي هناك كل العشائر لذتها في خانة المرجعية انه المرجعية تقول هذا الاكل اللي تروح انت صار فاتح احد اصدقائي او اقاربي وانا اروح اكل اي ها مكروه او محرم اي ها هذا
اي هذا في صورة اللي يتكلفون. اما اذا اهل الميت مسوين طعام ومستعدين حتى اي واحد يجي يطو طعام، لا هذا مو مكروه بل مستحب هذا. نعم. اي تسلم الراتب من الدولة وجهت الزوجة رجعتها شرعي. اي ما رأيكم هذا حلال؟ شكو ما يخالف؟ لا ما في لا 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 ما يخالف. انا اشوف بالبلد مالي الحاكم مو بس السلطة امام الله حاكم عادي. الطلاق لا، الطلاق اذا شروط شرعية موجودة به ما يخالف. شكو به مو لازم اللي يطلق يكون رجل عادل، اما لازم الشروط الشرعيه تكون موجوده. اقول سيدنا ارجع لك يعني اكو شويه بها التفاف على القوانين الحكوميه. يعني تطلق عن طريق المحكمه لكن شرعا على ما يعبر بالنوم العدوم موجوده على ذمتك، لكن تطلق لاجل ان تاخذ الراتب. تاخذ اي الراتب هم خاص بالمطلقه. لا هو لابوها ادري لابوها اذا كانت هي مطلقه، اما اذا مو مطلقه لا لا هذا مشكل. اذا فت فقيه جامع الشرات يجوز لا هذا ما يجوز. وصلى الله على محمد وعلى اله. سيدنا السلام عليكم. سيدنا دعونا عندنا مرضى واحنا نحبكم هذا البيت، هذا الحجي ابو حيدر، احنا من موكب احباب الحسين بالحله. تفضل ابو حيدر. يعرفنا؟ احنا كل سنه الله يرزقنا زياره الامام علي بن موسى الرضا والسيده معصومه، ما نقدر نروح للامام الرضا الا الشباب من صوب الشيوخ من الناصرية قدام الإمام الحسين من الشايخ من أربعينية سيدنا نصر بن حسين.